كنتم طيبين. احنا عندنا قصه نبي نجيب ولا خلصنا نخلي المجال للضيوف ما في شيء. لا الاخوان اسلم ابرك ساعه. الاخوان يقول انت يا ابو صالح ما تجيب الا قصص قديمه. هذا زين. انا اجيب قصه جديده لها اربع ايام تقريبا. وهي مع الشباب ومع السائل اللي الحمد لله الكثير من مناطق المملكه اللهم لك الحمد استبشروا. ان شاء الله والله يحضر البركه. هذول شباب قبل اربع ايام عند ما تثر السيل والخير الحمد لله الله يتبع له بالبركات. في قرى واجتمعوا قبل اربع ايام يقولوا عندهم خط زراعي يقول مؤقت يقول يدش هذه القرايا ويدش الاوديه يقول الجوالات هذه ما تخلي شيء. قال يوم جاء يوم من الايام قبل اربع ايام يقول اتصلوا الشباب على بعضهم وقالوا الشعيب الفلاني يقول نشف الاسفة نبي نروح نبي نحضر الجبل ذا السيل هلي بين الجبال ونبي انسان اللي يسبح يقدر يسبح يسبح ولا ما يقدر يلعب كوره وكل واحد يحمل سيارته من خير الله من هالبقالات من النواشف من الفطاير من المشروبات والالبان والخير وكل واحد كورته يجيبها معه. يقول المهم انهم اتفقوا وقال من هالقراي قال يتجمعون الصباح قال له والله حوالي يمكن حوالي 20 سياره كل سياره فيها واحد اثنين ثلاثه ولد واخوانه اثنين صغيرين حدر صغارين اصغر منه يقول يا نبي نخاويك نفس الوادي ذا. رسموا كل ابوهم يقول الصباح قال يوم اخذوا قال له والله ان الوادي ذا المذكور انه مليان قال دون هوديه والخط هذا خط زراعي يقول يرتفع وينزل يقول مؤقت يقول يوم جو الشعيب اللي دونه يقول له والله انه ضاف لكن الزفلت يشوفونه. دشت السيارات وقطعت له والله ورا شعيب ثاني دشت الشعيب الثاني اهون شوي والشعيب الثالث يقولوا يطلعون على الوادي السبير هذا. قال يوم جابوه قال له والله شط بحر قال من الشفا للشفا قال ما حد يقربه قال وش ايش؟ والسيل لما نتقحم يقول انه يقتحم ويصير مع بعضه كتله واحده. اما لو صار صغار يصب عليه تسمع الاصوات لكن لما يجتمع ضك يقول مغر له الله يكافي وزيز. يقول جو على شفه الشعيب ذا يقول نزلوا فرشهم قالوا نزلوا النعام اللي معهم نواشف وخبوز ومشروبات من جميع الجهات الحمد لله. قال عينوا خير قال يوم خلصوا ويقول قال عمدتهم اللي عاد يقول عليهم يلا اجمعوا الكور من معه كوره قالوا كل واحد لنا كورتي معي قالوا من ضمة تحبون الكور لا حوى اكثر من 20 كوره قال يزبرونها قدام. قال حطوا لهم ملعب يقول والله ما متساوي بوابات وحراس وهجوم ومدافع وعاد الكره هذا انا ما اعرف نظامها قالوا اشتغلوا الشباب قال ولعب ولعب وقال لين جاء الظهر قالوا صلوا الرياجيل ما شاء الله الصلاه ترى اللي يخليها ترى ما عاد بعدها شيء يرجع خلاص هي اخر ما يفقد منها ابد هي اخر اصلها هي صلاته اللي صلوا المهم انهم صلوا قال يوم صلوا قالوا هم يرجعون على ما كتب الله عندهم ياكلونه قالوا هم يدشون قال يوم اخذ قال عمدتهم الصلاه العصر قالوا ما سرعه قالوا الساعة بيدينا يلا صلوا توكلوا على الله صلوا قال يوم صلوا قالوا يدشون بلعب الكورة أخذوا شوي قال له والله يوم مظلم عليهم الليل قال له الشمس غابت قال له والله باجي على الشمس يمكن حوالي ساعة أو أكثر شوي بارك الله فيك أجل الغيب وجزاكم الله خير الغيم اللي قال وانظروا قال له والله الشمس ما يشوفونها قال له والله الرعود قال 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 والبروق يقول مثل الثياب البيض المعلقة قال مقبلة عليهم قالوا كأن الليل جاء والليل ما جاء يمكن باقي عليه حوالي ساعة ونص قالوا يلا يا العيال والله الدعوة هالينا حال حين حنا تفرجنا لعبنا كورة لكن في ثلاثة أودية بيننا وبين القرى وش رايكم اركبوا قالوا الشباب يركبوا يقول لي اثنين ولي ثلاثة بسيارة يقول معهم سيارة صغار ومعهم منيتات هلقسات ودداسن ومعهم جيوب قالوا توكلوا على الله قالوا هو يتسمي عليهم قال ما يدرون من منين يمشي قال الدنيا كلها ابوها بيضة هذه قبل اربع ايام حد القرايه ما شاء الله مشوا شوي قالوا يجون الشعيب الديني قالوا يقطعونه كل ابوهم الجوب ثم الونيتات ثم الصغار قال يوم جو الشعيب الثاني قال له والله ما يشوفون الزفلت قطعت الجوب والونيتات والصغار يقول لا منها توسطت قال قامت تبربر قال طفى الموتر طلعوا اخوياهم مع الدرايش خلوا الصغار سيارة الصغار وين بالوادي مشوا يوم جو الشعيب الثاني والجوب
تطلع والدداس انت قعد بالشعيب. جو الشعيب الثالث يقول له والله اني يقتحم مثل الوادي اللي خلوه وراه، يقول له مثل شط البحر ما عاد يبون وراه مسافة. الجوالات الحمد لله متوفرة، والوري يتصل بأمه والأم الوالدين رحمة الله عليهم، الأم تتصل على ولدها والأبوه كذلك. الوالدين كل أبوهم يا أخوان تراهم حنينين ولهم عدوان لشبابهم، لكن الله يهديهم. بأزمة والله. قال يوم أقبل على الوادي السبير ذا، قال لك الشمس يوم غابت قال وظلم الليل. الجوب انزلت تبي تطلع، يقول له والله ما حول أديرة. قالوا ترجع. اتصلوا الناس على شيبانهم والعيال على أمهاتهم. قال يوم جاء آخر الليل قال السوبرمان الجاية، قال محملات النسوان الأمهات والأبوان يبون عيالهم ما أصبروا ببيوتهم. قال للوادي بينهم، قال يجي له الله أعلم 50 متر، قال لك منشف ولا شفه، قال متساوي. قال والحريم الأمهات يمرحن بالسوبرمانات والعيال يمرحون سياراتهم. قالوا عليهم مطر. قال يوم جاء قال طلعت الشمس، قال له والله الوديان قال متحدرة، قال والسيارات تقطع، قال يفرن الأمهات بعيالا تنهم توم ما شافوهم سبحان الله العظيم. قالوا والله أن ظنان، يقول هالأبوان والأمهات أن ظنان شبابنا راحوا باسيول. فاسيول يا أخواني ولودي تراها خطرها شوي، وعليك ما تقيد، والواحد لا يقول بنفسه على طول يدخل بالوادي، ترى الوادي ما يرحم أحد. الله يجزاك خير وسلامة الأخوان.